الدنيا بدأت ترتبك تماما. ولكن لو تبصوا للي احنا حاولنا ونجحنا فيه والنجاحات اللي احنا قدرنا نعملها في بداية أزمة الكورونا، على فكرة كانت قوية جدا، وكان من ضمنها مثلا المصريين العالقين في الخارج. فاكرين لما بدأنا ان احنا نجيبهم والطيارات والرحلات، وانت موجود فين وانت ما تقلقش والحكومة معاك والدولة معاك، غرفة العمليات دي رجعت تشتغل تاني. ليه؟ لان في عمليات اغلاق في عدة يعني عدة دول مختلفة. غرفة عمليات وزارة الهجرة بدأت تستقبل الاتصالات الهاتفية والاستغاثات للمواطنين المصريين العالقين في الخارج الآن. كله بدأ يتصل، الحقونا، الطيارات وقف، المطارات اتوقفت، مفيش طيران، أنا عايز أرجع مصر تاني، أنا خلصت الدراسة، أنا خلصت كذا. بدأت تعود مرة أخرى، ولكن إحنا المرة دي أكثر استعدادا على ما أعتقد، لأن إحنا عندنا خبرة في اللي شفناه فيما سبق. على الهاتف معي السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. معالي الوزيرة، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا أستاذ محمد. ماذا يحدث الآن؟ يعني أنا عارف أن أنتم تلقيتوا استغاثات من مصريين عالقين في الخارج، العدد كام والأماكن إيه؟ طيب، عايزة في البداية أقول لحضرتك أنه طبعا إحنا بنحترم سيادة الدول وكافة إجراءاتها الاستثنائية فيما يتعلق بجائحة كورونا. الكويت والمملكة العربية السعودية أعلنت أنه ستغلق مطاراتها والمجال الجوي نظرا للتطورات في جائحة كورونا وطبعا السلالة الجديدة. وزي ما حضرتك عارف أن إحنا عندنا من المصريين العاملين في الكويت، واللي اشترطت الكويت لعودتهم مرة أخرى إلى الكويت إن هم يمروا عبر دولة ثالثة، يعني حددت كذا دولة من بينها الإمارات العربية المتحدة وأيضا التركية وأيضا إثيوبيا. وبعد لما الكويت الحقيقة والمملكة العربية السعودية أصدروا قراراتهم الخاصة بهم وقراراتهم السيادية، ابتدت وزارة الهجرة تتلقى الكثير من الاستغاثات لهذه الشريحة اللي هم في ترانزيت في الإمارات العربية المتحدة، اللي طبعا كانوا حاجزين للسفر كمرحلة ثانية بقى إلى الكويت. يعني هم أخذوا الروت مصر دبي أو مصر الشارقة، وكانوا في انتظار الشارقة الكويت أو مصر أو دبي الكويت. على طول ابتدينا نحن نفعل لجنة وغرفة العمليات لأزمة العالقين، وابتدينا نتواصل مع المواطنين في الإمارات العربية المتحدة عشان نقدر نعرف أعدادهم وحالاتهم، ونعرف أيضا شركات السياحة اللي هي طلعتهم عشان نقدر أن احنا نتواصل معهم. إجمالي المسجلين منذ الإعلان عن الاستمارات بتاعة التسجيل في غرفة العمليات حوالي 1485، و تقريبا الأعداد في الإمارات يمكن عندنا 911 مواطن مصري عالق اللي هم الترانزيت، وتركيا 71 وسلطنة عمان 15، وهي من الدول الترانزيت اللي أقرتها الكويت. يعني كل العالقين الآن هم اللي كانوا في طريقهم إلى الكويت، ولكن الكويت وقفت استقبال الطيارات من أي حتة. مظبوط، تمام. علشان كده كل هذه الاستغاثات كان لابد، وزي ما انا بأكرر ان احنا بنحترم سيادة هذه الدول، انما لابد ايضا ان احنا نهتم بمواطنينا. عشان كده فعلنا هذه الغرفة وابتدينا نتواصل معاهم ونطمنهم. ايضا كان في تواصل مع معالي وزير السياحة والآثار، لانه بالتأكيد الاسبوع، لانه الكويت الحقيقة استاذ محمد قالت ان هي ستعلق الطيران لمدة اسبوع قابل للتجديد. طبعا فإذا الناس اللي هي كانت مسافرة يعني في خلال هذا الأسبوع أسقط في يدها، هتعمل إيه؟ فكان لابد من التعاون مع معالي وزير السياحة والآثار، علشان مع رئيس قطاع الشركات السياحية بيتواصلوا الحقيقة، وأشكرهم على هذا المجهود. بعد ما طلبت منهم بيتواصلوا مع شركات السياحة، بعد لما جبت لهم قائمة بشركات السياحة من المواطنين نفسهم اللي سافروا من خلالها، عشان يكلموا مع هذه الشركات انه يعني يبدا عمليات التاجيل للسفر، يغطوا يا استاذ محمد تكاليف الاقامه في الفنادق بس لمده اسبوع، حتى يتم فتح مره اخرى الابواب للكويت. لان طبعا المواطن باع اللي قدامه واللي وراه عشان يطلع الرحله دي،
ويدفع طبعا الحجر الصحي ويدفع إقامته في دبي، فإذا الموضوع مكلف عليه، ودول عمالة بسيطة، الدولة بتنظر إلى هذه العمالة البسيطة حتى لو الموضوع ما كانش بإيديهم. عشان كده بشكر معالي وزير السياحة على التعاون. حاليا قطاع شركات السياحة بيتعامل مع شركات السياحة طبقا للبيانات والمعلومات الواردة من المواطنين من غرفة العمليات، عشان نقدر ان احنا نأمن يعني قعدهم في الفنادق. محدش يقول لهم انتوا خلاص لازم تمشوا دلوقتي، انتوا كان معادكم ان انتوا تمشوا النهاردة او بكرة. وفي نفس الوقت بنطمنهم انه احنا معاهم، وان احنا هنحاول بقدر الامكان يعني نحل هذه المواضيع الخاصة بالعالقين زي ما ذكرت لحضرتك، اللي هم ترانزيت في الامارات العربية المتحدة وايضا في سلطنة عمان. طبعا طبعا. طيب سؤالي التالي، لو قررت الكويت استمرار الإغلاق، هل بتحضروا خطة إن مثلا إعادة هؤلاء إلى مصر مرة أخرى؟ الخطة لو استمر هذا الإغلاق، احنا بنعرض على المواطنين هتعملوا ايه، لان طبعا ما اقدرش ان انا اطالب الشركات السياحية ان هي طبعا تفضل تدفع في اقامتهم اللي في الامارات. فالحل التاني ان هم يعودوا مرة اخرى بتذكرة الكويت، بدل ما يطلع روت الكويت يبقى تذكرة العودة الى مصر. يبقى تذكرة ان هم يرجعوا مرة اخرى الى مصر. حضرتك كنت اطلقتي مبادرة اسمها خلينا سند لبعض، ده من فترة طويلة مع المصريين والقيادات المصرية المقيمة في الخارج، هل تم التواصل مع هؤلاء؟ بدأتي بقى تحضري لتطور هذه الجائحة او تأثير هذه الجائحة في الفترات القادمة على المصريين في اماكن اخرى؟ الحقيقة أستاذ محمد، زي ما فعلنا غرفة عمليات أزمة العالقين، فعلنا أيضا مبادرة خلينا سند لبعض في الخارج اللي أطلقتها وزارة الهجرة. والحقيقة كل البيانات مش بس من المواطنين اللي تراسلوا أو تواصلوا مع غرفة العمليات، إنما أيضا بشكر أعضاء الجالية المصرية في دبي الحقيقة اللي شغالين معانا وعمالين يتحركوا من فندق إلى آخر. طبعا هم المواطنين دول قاعدين طبعا أسر في فنادق، ففي سيدات وفي أطفال وفي رجال طبعا كبار في السن. فبشكر الحقيقة أعضاء الجالية المصرية في دبي لتعاونهم مع وزارة الهجرة للإطمئنان وطمأنتنا أيضا عليهم. ده شيء جميل جدا. طيب التوقعات في الفترة القادمة معالي الوزيرة بعد الإغلاق في أوروبا، الولاد اللي كانت هترجع بعد أجازة الكريسماس إلى مدارسهم وإلى جامعاتهم في الخارج، بريطانيا قافلة، الدنيا قافلة، هل احنا بدأنا أيضا ننظر إلى الاستعداد؟ أنا عارف كويس جدا إن طالما عرف العامل البسيط في أي مطار إنه يرفع السماعة التليفون ويتصل بوزارة الهجرة إن الرقم موجود ومعروف لحضراتكم وبيتم التواصل بيكم، هل هتبدأوا بقى تفتحوا وتتلقوا مثلا الولايات المتحدة الأمريكية طلبة كلهم رجعوا عشان أجازة الكريسماس، وواضح إن أمريكا هتقفل جامد جدا، إيه اللي هيحصل في الفترة القادمة؟ الحقيقة أستاذ محمد، إحنا مع شريحة الدارسين، ودول دي الشريحة اللي تعاملنا معاها في أزمة العالقين الأولى. شريحة الدارسين دي أنا بعد لما هم رجعوا لمصر كنت عملت قاعدة بيانات بيهم، وابتديت إن أنا أخدهم وأخليهم يشوفوا مصر ويتقابلوا صحيح. مع وإحنا قابلناهم هنا، إحنا قابلنا مجموعة منهم في الحياة اليوم، ده صحيح مظبوط. فالشريحة دي ما زالوا موجودين في مصر لأنه ما زالت الجامعات مغلقة، والحقيقة كل دراساتهم دلوقتي أونلاين. فهم الحقيقة بيفضلوا أن هم يقعدوا في بلدهم بجانب أسرهم لغاية لما الجائحة تنتهي وتعاود هذه الجامعات الفتح. في منهم اللي فتح جامعاته وقرر أن هو يرجع مرة أخرى، إنما عايزة أقول لحضرتك أنه العدد الأكثر هو اللي قاعد ما زال عندنا هنا في مصر. فبالتأكيد يعني إحنا بنتابع أي استغاثة أو أي طلب حقيقي في المستقبل هنتعامل معاه. وزي ما حضرتك ذكرت، بعد ما مرينا بأزمة العالقين الأولى بقالينا من الخبرة في التعامل مع الثانية إن شاء الله بإذن الله. نشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونشكر كل فريق العمل في وزارة الهجرة. أنا عارف أن حضرتك دايما بتكوني سباقة في التعامل مع أي أزمة لأي مصري في الخارج. معالي الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.